السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل اوربت، فهنيجي هنا واختار امر اوربت، واخد بالك النقطة البيفوت موجودة فين؟ طيب لو انا عايز انقلها، فممكن اختار عنصر معين وليكن دوت، وبعد كده اختار مثلا شيفت مع البكرة اللي في النص، وهتلاقيه بيلف حوالين النقطة اللي انا عامل لها سيلكت. يعني لو انا عامل زوم هنا وبعمل اوربت، فبتلاقي هو بيعمل حوالين الحاجة اللي انا عامل لها سيلكت. طيب لو انا عايز اغير نقطة البيفوت ديت، فباجي هنا ودوس كنترول مع سنتر، وتلاقي ان انا بنقل النقطة زي ما انا عايز. ممكن انقلها مثلا عند المدخل، تمام، فخليها في نص الشاشة. وبعد كده لما اقول له امر اوربت، فلاقي ان انا بلف حوالين النقطة دي. الموضوع ده مهم جدا، بالذات لما يكون المشروع ضخم وكبير وانا عايز الف حوالين نقطة معينة. ممكن يكون انا وانا بشرح النقطة اللي انا هلف حواليها بعيدة، فتلاقي المكان اللي انا كنت بدور عليه اختفى. طيب ارجع له ازاي؟ اقول له ريويند، وارجع في المشهد لحد اللقطة اللي انا عايزها.